السلام عليكم. هشام جريندو لام البانطوفات والظهور ديالو مؤخرا عبر التلفاز الرسمي الجزائري، وكنعرفوا بان التلفزيون الرسمي الجزائري والنظام الجزائري يهاجمون المملكة المغربية. جمت جريندو ام البانطوفات لرموز المملكة المغربية، رأسهم كل من محمد ياسين المنصوري وكذلك عبد اللطيف الحموشي وهم من رجال الدولة الافداد. ظهور ديال هشام جريندو، وانا كل ما مره عندما يتحدثون الي كيقولوا لك بان هذا السيد هذا كيفتح الفساد، قلت لهم لا، هذا عميل، هذا يتهجم على رموز الدوله، هذا يريد ان يثير فتنه ما بين الشعب المغربي، هذا عليكم تخافوا منه. وهذا الشيء اللي ما عرفوش الناس، ولكن ظهور ديالو عبر التلفاز الجزائري اكد ما نقول. نحاولوا في هذا الفيديو مع هشام خضري عبر قناه هشام خضري طبعا أشكال نيوز، نحاولوا نسلطوا الضوء ونفتحوا واحد الحوار في دقائق معدودة. ولكن قبل ما تنساوش خليونا تعليق، كيفاش كيبان لكم نتوما هشام جريندو؟ الظهور ديالو كما شفتوا في الفيديو عبر التلفزيون الجزائري الرسمي، وحنا كنعرفوا بأن التلفزيون الرسمي الجزائري يخصص حلقات وساعات لمهاجمة المملكة المغربية، وتنعرفوا النظام الجزائري وكل الغيظ والحقد تجاه المملكة المغربية، كيفاش كيتهجموا على رموز وعلى مقدسات ديال المملكة المغربية. المغرب اولا ولا غالب الله، عاش المغرب ولا عاش من خانة، يعلم الله كمحبك وطني ويعلم الله كمدافع عنك هذا الوطن. اخواني اخواتي، ظهور ديال هشام جريندو مول بانطوفات، كما قلنا مول بانطوفات اللي كيدير حلقات في واحد القناة ديالو دائما على رموز المملكة المغربية، وهذا الشيء مش غير هو، كاين مجموعة ديال الاشخاص يهاجمون رموز المملكة المغربية. راه دولة المؤسسات، المملكة المغربية فيها مؤسسات وفيها ناس خدامين وفيها رجال وكل يقوم بمهامه. فشككتوا ما مرة في التوجه ديال هاد الناس هادو، وقلت راه ما يمكنش انت تتحدث بهذه الطريقة الكلام الا اذا كنت مدفوعا وكنت مرتزق تتاخذ فلوس من جهات معينة، ولأنه كيكون تغيير، كيكون تغيير وسط البلاد، كيكون نقد من وسط البلاد، كيكون هناك صحفيين، هناك مؤثرين، هناك منتقدين، هناك سياسيين، هناك اتجاه معارض، وهناك اتجاه يسير، وهناك تكتل حكومي وداخل البلاد، والبعض يتحمل البعض. ولكن باش تجي انت تهجم على البلاد وتهجم على رموز المملكة المغربية، وشفناه كيفاش خدف حلقات طويلة وهو يتهجم على محمد ياسين المنصوري الملقب بابن الفارقي، وهو اللي كيمثل جد أقوى جهاز في المملكة المغربية، وكذلك تهجم على الحموشي وحرامه على الأجهزة الكبرى، الأجهزة القوية أو الأدرع القوية ديال المملكة المغربية. تهجم كذلك على رئيس الحكومة، رئيس الحكومة هو سياسي ويقبل النقد، ولكن النقد يكون داخل البرلمان، يكون داخل البلاد عبر جرائد وطنية معترف بها داخل هنا، نوجه له أسئلة مباشرة لوزير الحكومة ويجاوبنا. ولكن اليوم ظهر الحق. السلام عليكم، تلا ألقاكم إلى اللقاء.